على بطل الدوري. تمام. نخش على بطل الدوري. تعالى نمسك مثلا ماتش الاتحاد، كابتن حسام طبعا كعادته العميد وحماس على الخط، وعامل ماتش كبير قوي على الزمالك لانه كان عايز يلعب كونفدراليه لو تفتكر يا كابتن ابراهيم. مظبوط. التغييره دي احيي طبعا عليها كارتيرون لانه عارف كويس قوي، وهتكلم على حته شيكابالا يعني في عجاله كده بعد ما ناخد الجون ده، ان هو امتى شيكابالا ياخد وقت قد ايه وامتى يقدر يفيد الفرقه. التغييره دي كانت في الدقيقه 56 اعتقد ماتش الاتحاد. ايوه. نزل اوباما الحسم، تغييره بجون اوفر نموذجي، اوباما في الميعاد. ناس كتير اصدقائي ابراهيم من جمهور الزمالك بتقول اوباما انا ما اقدرش افضل مستني لعيب شويه فوق وشويه تحت، لكن ما عندكش لعيب ساعات بتحتاج لعيب مش تكتيكي، لعيب عنده يقدر يحسم. اوباما كده بيقدر يلعب بدماغه، بيقدر يعمل حاجات. هنا الجون الثاني تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل. ادي طبعا مروان نموذج ضغط الفيرود على الدفاع، غلطهم، قدر ياخد الكوره، ترجع تاني طارق هيلعب ل اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي الكوره حمزه المسلوسي. مين اللي سجل الهدف يا كابتن ابراهيم؟ محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي احد اهم اسباب فوز الزمالك بالدوري. الثقل، ويعني لو عنوننا رجوع عوده الابن الضال، اللعيب اللي كان سيء الحظ في انه احترف خارج جدران الزمالك في الوقت اللي الزمالك حقق فيه الدوري موسم 2014 2015 وبدا مغامرته في الخليج وفي السعوديه الشقيقه، بيرجع السنه دي عشان يتوج ويكلل مجهوده بالدوري. محمد عبد الشافي في السن ده بيدي درس لكل اظهره الشمال او في الكره الحديثه ابراهيم بنقول عليهم الفول باك. محمد بيغطي من الخط للخط. محمد عبد الشافي احسن لعيب في منظومه الزمالك بينقل الكره من تحت. محمد عبد الشافي بيقدم نموذج في القدرات البدنيه رغم السن. أيوه. النهارده انا ماتش 1-1 في اخر دقائق، بص المتابعه، حط الفيرود نموذج طبعا مروان شالها الجون باقتدار، اعتقد ده صبحي صح؟ ده صبحي. ده صبحي. بص هو قاطع فين؟ بص رايح فين؟ عند الباك العكسي. بص عامل ايه؟ عامل الزياده العدديه لحد الخط. هو فول باك بكل معنى الكلمه. انا عايز ايه تاني من الباك يا ابراهيم غير انه يعمل الادوار دي؟ اخيرا ياسر، لو هنعنون حاجه تسببت بشكل كبير جدا، ظاهره فنيه تسببت بشكل كبير جدا وبشكل اساسي في حصول الزمالك على بطوله الدوري. انا حابب ادي اولا سؤال هايل، وانا حابب ادي يا كابتن ابراهيم من خلال السؤال ده كل واحد حقه. كارتيرون يحسب ليه جزء كبير جدا اولا في حسم الزمالك للدوري، ثانيا الجيل ده من اللعيبه ولازم ده يتبروز. الاسطوره بتقول او الشاهد او العرف بيقول ان الاهلي لما حتى لو متاخر او بيلعب افريقيا والزمالك لعب مؤجلاته قبله، الاهلي لما بيركب ما بينزلش. طيب السنه دي الاهلي كان اتصدر بعد كمان ما لعب مؤجلاته ومجهد ولعب افريقيا ولعب ولعبت الاولمبيين راحوا وجم، لكن ما ركبش. دايما كان ولنا عبره يا كابتن ابراهيم في عجاله، لنا عبره في موسم 2019 الزمالك كان متقدم جدا 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 وبيراميدز ثانيا، ورجع الاهلي كسب كل ماتشاته وخد الدوري. لما كان الاهلي دايما بيقرب حتى لو مش متصدر كنت بتلاقي فرقه الزمالك بتفك. أيوه. مش قادره تلعب لاخر الخط. السنه دي الاهلي بيتصدر، برجع اخد منه الصداره، وبقدر في ماتشات الحاسمه، احنا نقول 11 ماتش لكن انا بالنسبه لي هم اخر 6 7 ماتشات. اخر 6 7 ماتشات الاهلي وقع مرتين والزمالك كان متماسك وقدر انه يكسب الماتشات اللي ممكن فرقه تتعادل او ماتش معرقب زي ما بيقولوا بالكوره، قدر يحسم. كان واحد الجون يتدفى بجون، جاب الجون الثاني. كارتيرون ليه بقول هو اولا ثم اللعيبه يا كابتن ابراهيم؟ دي الفتره الاقرب ليه للعيبه في كل الولايات اللي جهه الزمالك في الولايه الثانيه. في الفتره اللي فاتت كان بيشتغل شغل فني وقدر يحقق انجازات مع الزمالك ودي البطوله الثالثه ليه، لكن المره دي ابراهيم قدر يشتغل شغل نفسي في المقام الاول ثم فني، قدر يحسم اللقب بره وجوه، وعرف يلم اللعيبه ازاي؟ عن طريق قائد الزمالك شيكابالا، قدر انه بانه يعرف يخلق يعني خلق حب اللعيبه والالتفاف حواليه من خلال شيكابالا. القائد الرمز بتاعهم لازم يشارك. قدر يستفيد منه. لو تفتكر في الولايه الاولى شيكابالا كان تقريبا بره القايمه، المره دي طب انا هستغل القائد ده وهستفيد بيه جوه الملعب وفي غرفه خلع الملابس، دور فني ودور نفسي، قدر يحسم للزمالك الدوري.